متهمين بان بيمولوا جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه، ومفروض كابتن ابو تريكه على قوائم ترقب الوصول. لو انت مكان الكابتن ابو تريكه، هل تغامر وتاتي مصر ويتقبض عليك ويتم التحقيق معاك علشان تحضر الجنازه ابوك والعزاء، ولا تعمل ايه؟ عايز اقول لك في مصر لو انت مدرج على قوائم ترقب الوصول، ركز معايا في الكلام اللي جاي ده، وابوك او امك ماتوا، لا تقدر تعملها، وان انت تيجي وتحضر العزاء وتدفن والدتك او والدك وتاخد بعضك على المطار وتركب الطياره وتسافر. ده عملها اعلامي كبير وشهير وهو حاليا خارج مصر، وعملها ايضا ابن كاتب صحفي كبير بيؤسس لانه هو رائد من رواد الصحافه المصريه. على ابو تريكه هيجي؟ ده يتوقف على الامن النهارده يا ياسر، هل ممكن يسمح له؟ طبعا في حالات حصلت قبل كده فعلا وتم الترتيب، بس التنسيق من جانب اجهزه معينه مسؤوله بمراعاه الظرف الانساني الخاص لما يتوفى احد الوالدين، ودي حصلت بالفعل، حصلت مع اسماء معروفه ومشهوره. لكن في حاله ابو تريكه، هل اتهامه بدعم الارهاب او في تصنيفه في مسألة تتعلق بالإرهاب سيكون العائق أو العقبة؟ ربما أعتقد أن الحالة ستكون أصعب من الحالات السابقة بسبب طبيعة الاتهامات الموجهة لأبو تريكة. الزملكاوي أحمد سالم، هتعز أبو تريكة؟ اه طبعا، لا طيب. الانسانيات حاجه تانية، بس بالنسبه لموقفه القانوني زيه زي اي واحد، ما فيش حد فوق القانون. لا، وانا ابو تريكه مش مطلوب، يعني ما عليهوش حكم معين هيجي ينفذه. نعم. الراجل مطلوب التحقيق معاه في قضيه ما، يجي زي غيره ويحقق، ولو مدان يتحبس لو هو يستحق الحبس، ولو بريء يفرج عنه فورا. يعني اصل هو على قوائم ترقب الوصول. لا، ما هو ترقب الوصول دي ممكن تبقى في اللي عليه حكم وفي اللي عليه ضبط واحضار. فانت ممكن بعد الشر يعني خير لو عمل مصيبه يحطها على ترقب من قلب الوصول. يعني بس عايز اقول برضو يا احمد، وعايزين نعلق على ده، ما في ناس شهيره في البلد على تواصل مع قيادات في البلد وقدروا انهم يجوا يدفنوا موتاهم ورتبت خلاص، لو هي ورجعوا يسافروا تاني، ما تقبضش عليهم ولا اتحقق. لو في مبدا قانوني يجيز كده خلاص، لو مفيش ما فيش مبدا قانوني خلاص، هو قانون ساكسونيا اللي عمل كده. هي المساله يعني متعلقه، مش متعلقه بانه احيانا الترتيبات بتتم بشكل ودي انه لمراعاه الظرف الانساني، بس برضه تاني والله يا احمد، انا المسألة هي المتعلقة بطبيعة الاتهامات، هي دي المشكلة الحقيقية في قضية. احنا عايزين نجرى التحقيق مع ناس وخرجوا يا احمد. بالظبط. يعني انا اهم حاجة بس عندي عقدتين في حياتي، الخط الأحمر والأمن القومي. الخط الأحمر في الأهلي ولا في الزمالك؟ لا، يعني هو يمكن بداية العقدة من الأهلي. مفيش حد خط أحمر فوق القانون، مفيش حد أمن قومي فوق القانون، بس أبو تريكة وغير أبو تريكة. في وسط بقى الخط الأحمر النهاردة فاجئنا أحد السادة النواب.